استضفت سيد أحمد باقر. أنت؟ نعم. نعم. في برنامج الصندوق الأسود. نعم. وهو كان أيضا من الناشطين في مجموعة النواب في حراك دواوين الأثنين. وهو تحدث أشار قال أن أولا يعني هو تحدث عن جزئيتين رئيسيتين. النقطة الأولى ذكر أن كلام الدكتور عبدالله النفيسي عن الحضور ما لا يقل عن 700 عقال هذا عدد مبالغ فيه. العدد اللي كان موجود أقل بكثير وما كان دواويننا ما كان فيها هالحضور هذا الكم. دواوين دوانيته يمكن هو بس مو دوانية جاسم القطامي. ثم إن العدد اللي قاله لي جاسم القطامي مو أنا. أنا قدره ب700 وأكثر. بس جاسم القطامي قال لي كلام في مخفر شويخ الصناعي يعني راح يخجل منه أحمد باقر. طيب راح نعرف الحين بقول لك الكلام اللي قاله. النقطة الثانية اللي ذكرها السيد أحمد باقر أن عتبك على الناس إيه؟ أن ما حد تحرك تماما إيه؟ عتبك مو في محله لأن من واجب رجل الأمن أن ينفذ القرار اللي هو تم إرساله عليه من قبل الوزارة ومن واجب المواطن عدم الاعتراض على رجل الأمن. فأنت قاعد تطلب من الناس أن يقومون بتصرف خارج إطار القانون. هذا والله يبدو أن الأخ أحمد باقر تحول إلى المدرسة الجامية. هو يعني هو كان يركز على قضية الالتزام بالقانون. لا يا حبيبي قانون لا يا حبيب. هذا عنده موظف جاي يؤدي قرار وينفذه. كلش كلامه عاري عن الصحة وعاري عن حتى الشرعية الإسلامية. يعني هذا التسويف اللي يمارسه أحمد باقر في وصف الحادثة هذا تسويف غير مقبول لا من أحمد باقر ولا من غيره. الواجب مناصرة الحق وليس مناصرة السلطة. وواجب رجل الأمن كيفه. بس أنت يا أحمد باقر رجل الأمن حتى تقول هالكلام؟ أنا أتوقع هالكلام من هزاع الصلال ممكن بس ما أتوقع من نائب الشعب أنه يبرر للسلطة اعتقال المتحدث يطالب بعودة مجلس الأمة. يعني أنا ما أدري شنو قصده في هذا التصريح. عبد الله النفيسي يقول لما قبض علينا ما أحد وقف معنا وما حد تفاعل معنا. هي هذا ملخص كلامه يعني إيه؟ اللي ذكر أنا أخذ ديوانية وأنا كنت ألقي ندوة وخذوني قدام كان في 700 واحد وكانوا وما تفاعلوا الناس. لا ما في عدد هالعدد ما كان تقريبا هو قال بما يقارب 700 يعني ذكر إيه لا أقل بكثير. ديوانية كان في ديوانية وقال ما في أحد قام من 700 عقال يعني الموجودين. يعني مو معقول كان ناس خاص من أمر بالقبض من النيابة أو من الداخلية بالقبض على شخص ما ناس ما تقاوم الأمر يعني ما يجوز مقاومة الأمر خاص من أمر روح والمحامي يتابع الموضوع معك يعني هذا تصرف سليم يعني. ولذلك أنا حطيت الصور كلها في الرد على عبد الله النفيسي وهو هو تصرف سليم إن الناس ما قاموا ودافعوا عن عبد الله النفيسي. أكيد ما يجوز مقاومة رجال الأمن ما يصير تروح محامي يطلب ذي وين الأمر القبض عرفون شنو التهمة تحضر معاه بالتحقيق الحي وسيدي يتقام رجال الأمن ما يصير ما يجوز. إيه بس ممكن يقول لك هو أصلا يعني اللي صار غلط لأن إحنا الحين في ندوة انت تبي تلقي القبض علي اذا انا عندك فعلا امر اطلع اخلص تستاذن اللي موجودين يعني بس هذا الخطوه ان احنا في ديوانيه وقاعد اتكلم ويدخلون رجال الامن ويلا تفضل هاك روح وياهم نيابه. اتكلم عن المبدا هذا القبض يعني يجب ان يستجيب الانسان للقبض اذا صدر من جهه رسميه. حتى انا لما تحصنت وقعدت بالسياره ما فتحت الابواب ما كسروا السياره عنوا علي حي عرفت شلون. ففي وسائل للتعامل الحقيقه في الامور يعني رجال الأمن بالكويت يجدون استخدام الأبواب أعتقد يدربون عليها يعني أيضا. شنو يدربون؟ على طريقة التعامل مع المقبوض عليهم وتي تأخذه وتطقه مثلا ولا تحط بالأرض ولا الكلام هذا ما يصير الحين. ما ذكروا بعض الشخصيات أنا تعرضوا لي أنا ما أبدا ما حد ذكر لنا.
كان بس اول نص ساعه لما غمض العين وبين الضابط الكبير وقال لا ايش حق غمض عينها ضابط مجرم ما يجوز هالكلام في شهرين وقال لي اكتبي موجود ليش عليه خلوك 4-5 ايام تحقيق داخلي حد 4 ايام لا تسلم كلمه النيابه حتى القانون الحالي بس من الدوله انت ظليت كثر ظليت من الدوله بسجن فرانتي 4 ايام واليوم الخامس ودوني النيابه فاجراء الداخليه كان معاك سليم 100% يعني أنا مع التغميض هذه شوية اللي صارت هاي ما كانت بس إذا استثنينا يعني. موضوع تعصيب العين إجراءهم قانوني دستوري سليم 100% لائق مو ما له داعي كان لا قانونية لكن قانوني